طيب ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل بقية مادة الكوست سيستمز. احنا كنا في الفيديوهين اللي فاتوا خلصنا تشابتر 1 اللي هو بيتكلم عن الجوب اوردر، وخلصنا تشابتر 3 اللي كان بيتكلم عن الاي بي سي. حقيقة انا مستغرب جدا ان في ناس يعني لسه مش فاهمة البروسيس. لو انت فاهم الجوب اوردر هتبقى فاهم البروسيس عادي جدا. طيب تعال نفهم او نفتكر مع بعض كده. اول حاجة احنا قلنا ايه الفرق ما بين حاجة اسمها process وحاجة اسمها job order. قلنا ال process يا جماعة ان انا باجي او سوري او ال job order ان انا باجي انتج على حسب ما يجيلي order، وباجي انتج بكميات لحد ما قليلة، تمام؟ وكل product بيبقى مختلف عن التاني. لكن ال process انا باجي انتج منتجات كتير، بنتج منتجات بكمية كبيرة وكلها نفس الشكل وكلها نفس المواصفات. خلاص ده الفرق ما بين ايه الاتنين بسرعة كده. يبقى احنا عايزين نعرف بقى هو احنا الشابتر ده بيتكلم بقى عن ايه. بيتكلم عن البروسيس ازاي لو انت فاتح شركة بتستخدم الطريقة اللي اسمها بروسيس، ان انت بتيجي تنتج منتجات كتيرة بكمية كبيرة وهكذا والكلام من ده. ازاي تحسب تكلفة المنتجات اللي انت بتنتجها؟ يعني مثلا زي شركة بيبسي مثلا أو كوكاكولا، الشركات دي بتنتج مثلا الكان بتاع البيبسي. طب هي عايزة تعرف الكان بتاعة البيبسي دي تكلفتها عليها كام، لازم تطبق حاجة اسمها بروسيس كوستينج عشان تعرف تكلفة الكان الواحدة كام، تمام؟ طيب قالك هنا معايا بس كده ايه، هنركز على بعض الحاجات. قالك احنا بنستخدمها امتى بنستخدم البروسيس كوستنج؟ لو حضرتك عندك سيميلر برودكتس. ايه سيميلر برودكتس؟ ان البرودكتس اللي انت بتنتجها دي كلها شبه بعض، زي الكان بتاعت البيبسي دي كل كانز شكلها نفس الشكل. خلاص ار ولك ذات ار ماس بروديوسد، يعني بتنتجها بكمية كبيرة، وان ان كونتينيوس يعني بتنتجها باستمرار. طيب قالك انت بتستخدمها في الحالة دي زي ايه؟ قالك بقى ايه، او مديلك هنا اكزامبل على الايه الكوكا كولا او كولا، تمام؟ بصفة عامة. طيب وبرضه هنا دي اللي خدناها قبل كده التشابتر اللي فات، هو بيفرق لك ما بين البروسيس سيستم او البروسيس كوستنج سيستم والجوب اوردر سيستم. خلاص يعني مدي لك بعض الامثله يعني، تمام؟ بس اقراها يعني. طيب وبرضه بعد كده جه قال لك ايه الفرق ما بين الجوب اوردر وحاجه اسمها البروسيس كوستنج. بص يا جماعه، الجوب اوردر احنا قلنا هو هنا قال لك في ايه، في الكوست. في الجوب اوردر الكوستس ار assigned تو ايتش جوب. الكلام ده معناه ايه؟ بيقول لك احنا بنيجي هنا بنيجي نحسب تكلفه كل جوب، كل اوردر بنعمله ده في الجوب اوردر. لكن هنا مستحيل ان احنا في البروسيس بقى احنا بنيجي ننتج منتجات كتيره، عمرنا ما هنيجي نحسب كل تكلفة إزازة بيبسي بننتجها الإزازة الواحدة، احنا نيجي نحسب التكلفة كلها، تمام؟ طيب وقال لك هنا إن في الجوب أوردر ال products have unique characteristics، بيبقى كل أوردر منفصل عن التاني أو مختلف عن التاني. طيب لكن في ال process costing قال لك ال costs tracked through a series of connected manufacturing process or department. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك البروسيس كوستنج ده احنا بنيجي نتتبع كل ديبارتمنت. احنا بيبسي عايزه تنتج ازازه البيبسي دي، طب هي عشان ننتج ازازه البيبسي بيمر بكذا ديبارتمنت. احنا بقى بنشوف في البروسيس كوستنج كل ديبارتمنت دفع ايه عشان ننتج الازازه البيبسي دي في الاخر. ده بنسميه ايه، كوست تراكنج. خلاص نتتبع التكلفه. طيب بعد كده قال لك برضو ال products هنا are ال products هنا are uniform، موحدة يعني تقريبا نفس الشكل، و بننتجها بكمية كبيرة large amount. رقم اللي بعديها قال لك ال production is continuous، ال production مش بيقف، احنا على طول شغالين. خلي بالك النقطة دي مهمة. الراجل الترزي ده هو اللي بيفصل الحاجة، ده عمره ما بيشتغل غير لما بيجيله order. لكن شركة بيبسي هي بتستنى الناس تطلب البيبسي بعد كده هي تصنعه؟ لا، هي على طول بتصنع والناس بتشتري، فخلي بالك من الحتة دي. طيب وبعد كده جينا بقى ايه
خلاص ده الكلام اللي احنا خدناه قبل كده في الجوب اورنج. تعالى بقى نبتدي في الايه، في برضو تقريبا نفس الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده في الجوب اورنج. اول حاجة احنا هنيجي نتكلم عليها لما تيجي الشركة اللي هي شركة زي بيبسي كده، هي عايزة تصنع ازازة البيبسي في الاخر. طب هي مش عشان تصنع ازازة البيبسي دي في الاخر لازم يبقى عندها اصلا ماتيريال وليبر واوفر هيد؟ نفس الكلام اللي في الاول اللي احنا قلناه في الجوب اورنج. طب احنا عايزين نعرف لما بتيجي الشركة تشتري رو ماتيريال بتيجي تسجل ايه؟ قال لك اهو بتيجي تسجل في الديبت رو ماتيريال انفنتوري، وبتيجي تسجل في الكريدت لو انت ما دفعتش حقها كاش مثلا اكاونتس بيبل. تمام. طيب بتيجي تسجل لما تيجي تدفع مثلا الليبر بتيجي تسجل في الديبت الليبر، يبقى ديبت ليبر او فاكتوري ليبر، وكريدت فاكتوري ليبر او فاكتوري ويجز بيبل. نفس الكلام اللي فات، نفس الكلام اللي فات خلاص. فهو الحتة دي نفس اللي فاتت بالظبط، مش عايزين بقى نطول فيها تاني. لما تيجي تاخد في الجوب اوردر، لما تيجي تتفرج عليها هتلاقي ان احنا كنا بنقول في الاول لما بنيجي نشتري ماتيريال بنسجل رو ماتيريال انفنتوري في الدابت، والناحية التانية قصادها انفنتوري او اكاونتس بيبل وهكذا. خلاص يبقى الحتة دي اوريدي، انا مش عايز اطول بس عليكم خلاص عشان عايزكم بس ايه تحلوا اكتر شوية. طيب عندنا بقى هنا حاجة تانية، لما نيجي نبعت خلاص احنا عندنا الماتيريال، الماتيريال عندنا في المخزن، لما نيجي بقى نبعت الماتيريال دي ان احنا نيجي نشتغل عليها او هنبتدي بقى نصنع، هنصنع او ماتيريال هنشتغل عليها، انا قلت لك الحتة دي بنسميها ويب ورك ان بروسس. خلاص ويب. طيب لما نيجي نصنع، انا قلت لك في المرة اللي فاتت احنا محتاجين، احنا بنيجي نطلع البضاعة اللي من المخزن وبنيجي نحطها في الماشينز بقى عشان نطلع، عشان نصنع ايه البرودكت بتاعنا. قلت لك في القصة دي المرة اللي فاتت ان احنا كنا بنيجي نعمل ورقة اسمها ماتيريال ريكويزيشن سلاب. طيب هو بقى بيتكلم هنا على الماتيريال ريكويزيشن، قال لك في البروسيس كوستنج، ركز بس معايا، البروسيس كوستنج سيستم ريكوايرز فيور ماتيريال ريكويزيشن. احنا هنا مش بنستخدم الماتيريال ريكويزيشن كتير، يبقى في البروسيس مش بنستخدم الماتيريال ريكويزيشن كتير. طيب قال لك هنا الماتيريالز ار يوزد فور processes and not specific jobs. قال لك هنا الماتيريال احنا بنستخدمها في تقريبا جميع المنتجات اللي احنا بننتجها، مش بنستخدم ماتيريال بعينها عشان ننتج حاجة بعينها، لا احنا بنجيب ماتيريال هتنفعنا لكل المنتجات تقريبا. طيب قال لك requisitions are for larger quantities of material. احنا هنا دايما لما بتيجي تصنع بطريقة البروسيس بتيجي تبقى لازم تبقى عندك ماتيريال اكتر من ان انت مثلا بتصنع بالطريقة اللي اسمها الجوب اوردر. تمام. طيب احنا عايزين نعرف بقى لما بنيجي نطلع الماتيريال من المخزن ونبعتها بقى ان احنا نبتدي بقى نصنع بقى الازازة او الكام بتاعة البيبسي دي، هنسجل ايه؟ خلاص احنا البضاعة اشتريناها من شوية ورميناها في المخزن، هنيجي نطلع بقى من المخزن يبقى هنسميه work in process. طيب طلعنا بضاعة من المخزن يبقى الرو ماتيريال اللي عندنا قلت، الرو ماتيريال دي اسيت تقل كريدت. طيب احنا بعتناها لمين بقى؟ احنا مين اللي خد الماتيريال دي؟ خد الماتيريال مكان اسمه ماشينينج ومكان اسمه اسامبلي. يبقى احنا البضاعة اللي احنا بنشتغل عليها احنا سميناها ورك ان بروسيس، ويب ورك ان بروسيس. خلاص الماشينينج ده يا شباب هو ايه؟ الديبارتمنت اللي هو بيبتدي بقى يصنع يحط في الماتيريال دي الالات هكذا. لكن الاسامبلي ده هو مين؟ هو اللي بيجمع البرودكت في الاخر، اللي بيجمع البرودكت في الاخر مع بعض. خلاص. طيب بعد كده كنا برضو جينا خدنا في الجوب اوردر ان احنا لما في حالة الويب بنيجي نعمل ايه؟ بنيجي نعمل حاجة اسمها في حالة الليبر بنيجي نعمل حاجة اسمها تايم تيكت عشان تحاسبه. التايم تيكت ده بتشوف هو اشتغل كام ساعة والكلام ده. قال لك التايم تيكت ما فيهاش مشكلة احنا بنستخدمها، قال لك may be used in both system، بنستخدمها في الاتنين في الجوب اوردر وفي نستخدمها برضو في البروسيس كوستنج عادي جدا، فخلي بالك من التفاصيل دي.
خلاص. طب تعال نفتكر كده مع بعض، لما بتيجي تسجل العمال بتيجي بقى ايه، تجيب الفاكتوري ليبر في الكريدت، ودايما الورك ان بروسيس ده اسيت، فدايما بنجيبه ايه، ديبت. طيب ده اللي احنا خدناه برضو في الجوب اوردر. طيب هنا بقى بيقول لك احنا جايين بقى على الاوفر هيد. قال لك الاوفر هيد انت بتيجي تعمل لها ايه، احنا قلنا الاوفر هيد بنعمل لها تريسنج، لا الاوفر هيد بنعمل لها الوكيشن. بنعمل لها الوكيشن على ايه، على الديبارتمنت، على كوست درايفر اند سو اون، على حسب بقى الطريقه اللي انت بتستخدمها. هو بيقول لك هنا قال لك الاوبجكتيف اوف اساينينج اوفر هيد از تو الوكيت، او بتوزع الاوفر هيد على الديبارتمنتس. خلاص، و using انت بتوزع الحاجات دي using ايه، خدنا الحاجة اللي احنا خدناها قبل كده في الاي بي سي، بنستخدمها في حاجة اسمها allocation base او حاجة اسمها cost driver. طيب وقال لك الماشين تايم يوزد اللي هو عدد ساعات العمل، عدد ساعات اللي هو الماشين اورز، هي البرايمري درايفر، هو اهم درايفر عندنا. يبقى اهم درايفر هو ايه، الماشين اورز. طيب لما نيجي بقى نسجل الاوفر هيد، نفس الفكرة اهو، الاوفرهيد هنا والورك ان بروسيس دايما 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 في حالة ان انا شغال على البرودكت، دايما البروسيس او الورك ان بروسيس بتيجي دابت. طيب ركز بس معايا في الحتة النقطة اللي جاية دي، لو في ديبارتمنت، انا مثلا انا عندي كذا ديبارتمنت في الشركة، عندي ديبارتمنت اسمه ايه وديبارتمنت اسمه بي. اول حاجه ديبارتمنت ايه ده، انا بدخل له الرو ماتيريال، هو اللي بيبتدي شغل عليها. اول لما ايه بيخلص الماتيريال او لما يخلص شغله بيبعتها للديبارتمنت اللي بعديه عشان يكمل تقفيل البرودكت. مثلا انا عايز اعرف لما اجي ابعت ماتيريال او لما اجي ابعت بضاعه من ايه لبي اسجل ايه، ده اللي بيقول لك ايه، ده اللي هو to transfer goods to next department. لما اجي ابعت من department ل department اسجل ايه، شوف مين بعت لمين. انا عندي مثلا department اسمه machining، ده هنبتدي مثلا هنعتبر ان ده machining. الماشينينج ده كان عنده work in process، كان عنده بضاعة وبعتها لحد تاني، يبقى البضاعة اللي جوه ال department اللي اسمه machining قلت ولا زادت؟ قلت. احنا اتفقنا قبل كده ان الورك ان بروسيس دي اسيت بتقل دايما كريدت. خلاص يبقى الماشيننج، يبقى الديبارتمنت اللي بتاع اللي اسمه ماشيننج ده البضاعه اللي عنده قلت فهنجيبها كريدت. طيب احنا بعتناها لمين، للديبارتمنت اللي بعديه اللي هو مثلا اسمه اسمبلي اللي هو بيجمع الحاجه، يبقى البضاعه اللي عند الاسمبلي زادت ولا قلت؟ زادت، دخلت بضاعه من بره، يبقى الورك ان بروسيس بتاعه ايه، زي. يبقى لما احنا بنيجي نبعت بضاعة البضاعة للبورت من ديبارتمنت لديبارتمنت، working process working process debit credit، بس على حسب بقى ده اسمه ايه وده اسمه ايه. طيب احنا كده خلصنا، خلاص كده الاتنين ديبارتمنتس دول لما يجي يخلصوا شغلهم هيطلعوا لي final product او finished goods. احنا عايزين نعرف بقى لما نيجي نسجل ال finished goods، نفس اللي فاتت كنا بنيجي نجيب ال work in process في الكريدت ويطلع لنا حاجة اسمها في الديبت finished goods inventory، برضو دي asset تزيد ايه، debit. طيب لو جينا بعنا البضاعة دي، فاكرين كنا نسجل ايه، cost of goods sold و inventory، او account receivable و sales revenue و cost of goods sold و inventory، نفس الكلام اللي احنا ايه قلنا قبل كده. طيب وممكن برضو تيجي ايه نحل المسألة دي. قال لك soft drink company manufacture X product، قال لك احنا بنستخدم في شركة اللي بتعمل soft drink manufacture، بتصنع product اسمه X عن طريق two process او two processes، ان هي بتعمل حاجتين، قال لك blending and bottling. خلاص in June raw material used were blending، الماتيريال اللي احنا استخدمناها في البلاندنج 18 والبوتلينج 4000. طيب تعالى بقى نسجل الماتيريال، الرو ماتيريال يوزد. خلي بالك هو مش بيقولك ان انت رحت اشتريت ماتيريال،
لا انت بيقول لك استخدمت ماتيريال، يبقى دي ورك بروسيس، بضاعه استخدمتها عشان تشتغل عليها. يبقى استخدمت ماتيريال، يبقى الرو ماتيريال بتاعتك قلت اللي في المخزن ب 22. طب مين اللي خد البضاعة دي؟ في ديبارتمنت اسمه بلاندنج خد 18، يبقى ده بضاعة هيشتغل عليها، يبقى ويب. طيب والباتلينج خد قد ايه؟ 4000، يبقى دي هنسميها ايه؟ ورك ان بروسس. الموضوع مش صعب خالص. طيب بعد كده قال لك الفي فاكتوري ليبر كوست، الليبر كوست برضو ب 12 و5. الليبر يلا ورك ان بروسس بلاندنج هيبقى 12، ورك ان بروسس باتلينج 5. طب دول اسمهم ايه؟ فاكتوري ليبر. خلاص برضو نفس الكلام هنا، هيقول لك ان في المسألة بقى ان الاوفر هيد بتاعة البلاندنج، يعني الموضوع مباشر خالص، 6 و2 و500 وهكذا. لو جينا بعتنا من البوتلينج، لو احنا جينا بعتنا من البلاندنج للبوتلينج، يبقى البضاعة اللي عند البلاندنج قلت، فهنجيبها كريدت اهو. الورك ان بروسيس عند البلاندنج قلت، طب بعتناها لمين؟ بعتناها للبوتلينج، يبقى البوتلينج البضاعة اللي عنده زادت. طب لو بعنا البضاعة دي، سوري لسه ما بعناهاش الاول. لو احنا لو البضاعة دي بقت finished goods، يبقى ال finished goods هتيجي credit خلاص debit، والwork process خلاص خلص، البضاعة اللي احنا اشتغلنا عليها خلصت، يبقى هتيجي دايما ايه؟ credit. بس عندنا بقى موضوع جديد اسمه ايه؟ اسمه حاجة اسمها equivalent units. عايزك تكتب كده لنفسك كده على جنب، ايه هي الايكوافالنت يونتس؟ الايكوافالنت يونتس دي انا شارحها في فيديو كده، ممكن برضو تشوفوه، بس انا عايزك انت قبل الامتحان، يعني عايزك تخش تحل يعني، فاهم؟ فاكتب كده ان الايكوافالنت يونتس هي اليونتس اللي تقريبا خلصت، يعني تقريبا خلصت اللي هي بقت فينيش جودز، يعني بقت فاينل برودكت تقدر تتباع. يبقى هي البرودكت اللي تقريبا خلصت انتاج، يعني انتجتها خلاص وممكن اقدر ابيعها، ده اللي بنسميها ايه؟ equivalent units. طيب تعال بقى نشوف equivalent units دي قصتها ايه. بص يا سيدي، هنا example، انا يعني خلاص يعني هنخش نحل الاكزامبل على طول. قال لك the output of Curry companies أو company packaging department، قال لك في packaging department، قال لك خلال البيريد دي كان عنده 10,000 units completed خلصانة، تمام، وفي كمان 5,000 unit كانوا في ال work in process، بضاعة شغالين عليها. من البضاعة اللي احنا شغالين عليها دي اللي هي ال5,000، قلصنا منهم 70% بس، يبقى كل اللي خلصان عندنا قد ايه؟ سهلة قوي. مش هو بيقول لك ان في 10,000 كده كده خلصانين، وكان في 5,000 انت كنت شغال عليها بس ال5,000 دي ما خلصتش كلها، اللي خلص منها 70%، يبقى هتيجي تضرب 5,000 في 70% زائد ال10، هيطلع لك حاجة اسمها equivalent units اهو. يبقى ال equivalent units بحسبها ازاي؟ بحسبها باليونتس كومبليتد اللي هي ال10,000 اللي هي كده كده خلصانه، واللي انا خلصته السنه دي، انا ما خلصتش، انا كنت شغال السنه دي على 5,000 يونت، اللي خلصوا منها 70%، يبقى اللي خلص هو عباره عن 3,500، يبقى اللي خلص هنا كام؟ 3,500. يبقى اجي اجمع الاثنين مع بعض هيديني حاجه اسمها equivalent units، هي اليونتس اللي تقريبا خلصت، تمام؟ طيب تعالى مثلا نحل الاكزامبل ده. قال لك ان specific period the entire output of كذا، قال لك في ال department اللي اسمه blending كان عندنا work in process ب 4,000، منهم 60 completed. 60 completed، تعرف تحسب لي اللي خلص قد ايه؟ اهو موضوع سهل قوي، هتاخد ال 4,000 تضربه في ال 60، يبقى اللي تقريبا خلص 2,400، اللي خلص ده بسميه equivalent units. طيب تعالى بقى نشوف اخر حاجة عندنا هي ايه. حاجة اسمها production cost report،
حاجة اسمها ايه، Production Cost Report. هو عبارة عن ريبورت، عبارة عن تقرير بتيجي تكتب فيه كل التكاليف او كل التكلفة اللي انت دفعتها على الانتاج. ده اللي بنسميه ايه، Production Cost Report. طيب هو الريبورت ده بيتكون من ايه، او عشان تعمله تعمله ازاي؟ قال بص، عشان تعمله انت بتيجي تعمل 4 steps. يبقى عشان اعمل الريبورت ده يا شباب اعمل كام step؟ 4. اول حاجة، حاجة اسمها احسب لي حاجة اسمها، او بتحسب حاجة اسمها physical unit. ماشي، اكتبوا بقى على الفيزيكال يونت يا جماعة، هي كل اليونتس اللي عندك سواء خلصت او مخلصتش. هي كل اليونتس اللي عندك سواء خلصت او مخلصتش، ده معنى كلمة ايه، physical unit. لكن وتاني خطوة بيقول لك احسب لي الايكوفالنت يونتس. الايكوفالنت يونتس دي يا شباب هي عبارة عن ايه، اليونتس اللي خلصت بس، اللي خلصت بس. في تالت خطوة بتيجي تحسب حاجة اسمها اليونت برودكشن كوست، تكلفة الواحدة عليك كام. بعد كده بتيجي تعمل حاجة اسمها كوست ريكونسليشن سكيدول. خلاص، المهم تعال نشوف كل خطوة من دول. ادي المسألة يا سيدي عندك، بتبقى بتيجي مثلا بالشكل ده. في ديبارتمنت اسمه الماكسينج، ماكسينج ديبارتمنت كان عنده اليونت دي وصرف المصاريف دي. فانت المفروض تعمل الكوست ريبورت. كوست ريبورت اول خطوة لازم تحسب حاجة اسمها الفيزيكال يونت. الفيزيكال يونت دي يا جماعة هي عبارة عن ايه، كل اليونتس اللي عندك سواء خلصت او ما خلصتش. اهو هو قال لك الفيزيكال يونتس هي الاكتشوال يونتس to be accounted for، اللي احنا هنحسبها during a period regardless، بغض النظر of work performed، بغض النظر خلصتها او لا، يبقى ده كل اليونتس اللي عندك. طب تعال نشوف كده، هو كل اليونتس اللي عند الديبارتمنت ده كانت عبارة عن ايه. قال لك ان احنا كان عندنا اصلا work in process، كان عندنا بضاعة في اول الشهر. انا هنا بتكلم على الاكتشوال، الاكتشوال ده اللي هو سواء خلصته او مخلصتوش، كل البضاعة اللي عندك ب100,000. وكمان كان في units started into production. يعني ايه، احنا في اول الشهر يا جماعة كان عندنا بضاعة ب100,000، خلال الشهر انا ابتديت اشتغل، ابتديت اشتغل على بضاعة كمان. هو ده اللي بنسميه units started into production. طلعت بضاعة من طلعت ماتيريال من المخزن وابتديت اشتغل عليها. يبقى اللي انا هشتغل عليه كمان خلال الشهر during the during June قد ايه، 800. يبقى الديبارتمنت ده كان في اول الشهر عنده 100، وكمان اشتغل على خلال الشهر على 800، يبقى كل الفيزيكال يونتس اللي عنده كام، 900. الموضوع مش صعب خالص. يبقى اول حاجه حسبت الفيزيكال يونتس ازاي، شفت ال work in process اللي هو بتاع اول الشهر كان كام، كان 100، وشفت اللي هو صنعه خلال الفتره قد ايه، 800. يبقى كل الفيزيكال يونتس اللي عنده هو عبارة عن ايه، 900,000. تمام، طيب ركز بقى معايا عشان نعرف برضو نكمل بقية الخطوات. يبقى انا كده حسبت لحد دلوقتي التوتال يونتس. طيب اجي احسب بقى اشوف ايه منها خلص وايه منها ما خلص او لسه هيخلص. قال لك بقى بص ايه، ركز بقى معايا في الحتة دي. قال لك من اليونتس دي اللي في يونتس completed and transferred out and transferred out بكام. يعني ايه، بيقول لك ايه، هي units completed and transferred out to baking department. ال department ده هو كان عنده 900، ال 900 ده هو كل ال units اللي عنده سواء خلص او مخلص. اللي خلص هو عبارة عن 700، يبقى اللي لسه مخلص، مش انا كل اللي عندي 900، اللي خلص منهم 700، يبقى اللي لسه مخلص قد ايه، 200. هنا احنا بنيجي نحسب الفيزيكال يونت بغض النظر خلص ولا مخلص، يبقى برضو اللي خلص ولا مخلص هو عبارة عن 900. طب انت ليه فصصتها كده؟ عشان اعرف بس ايه اللي خلص منهم وايه اللي مخلص. يبقى تاني، انا عارف اصلا ان الفيزيكال يونت كل اليونتس اللي عندي باللي خلص من اللي مخلصش 900، بس انا عايز افصصها بقى، كام من ال 900 خلص وكام من ال 900 مخلص. اللي خلص من ال 900 700، يبقى اللي لسه مخلص هو عبارة عن 200. ال 200 دي هنسميها ending work in process.
خلاص، يبقى اول خطوه بنيجي نحسب الفيزيكال يونت ازاي زي ما قلت لك. طيب تاني خطوه بنيجي نحسب حاجه اسمها الايكوافالنت يونتس. حاجه اسمها ايه؟ الايكوافالنت يونتس. الايكوافالنت يونتس دي انت بتشتغل على ايه؟ على ال على دول، على دول اللي هي ايه اللي مخلص وايه اللي خلص. ال700 وال200 دول هو اهم رقمين عندك، ركز بقى معايا. انت بتيجي انت بتحدد على البرودكت ده خلص ولا مخلص بناء على ايه؟ بناء على الماتيريال، وبناء على العامل اشتغل على الماتيريال دي ولا لا، صح؟ يعني لو عندك برودكت خد الماتيريال اللي هتكفيه، وفي عامل حول الماتيريال دي للبرودكت، يبقى ده البرودكت ده خلص. لكن لو في برودكت تاني خد الماتيريال بس العامل لسه ما حولهاش للبرودكت للفاينل برودكت، يبقى ده مش هنعتبره اصلا برودكت خلص، عشان لسه ما بقاش برودكت اصلا. تمام؟ طيب فهو بيقول لك هنا ايه؟ ان في 700 الف يونت خلصت. معنى ان دي خلصت ان هي جاهزه تتباع. فانا عايز اشوف بقى الايكوفالنت يونتس، اليونتس اللي تقريبا خلصت هي عباره عن ايه؟ هي اليونتس اللي خلصت عباره عن ايه؟ قال لك 700 الف. خلاص؟ بس هنا في الايكوفالنت يونت باجي افصصها كده لماتيريال وكونفرجن كوست. conversion cost اللي هي مصاريف التحويل، اللي هي زي قلنا عبارة عن كده، قلنا ايه؟ قلنا الليبر والاوفرهيد. خلاص، الليبر يعني. طيب لو انا قلت لك ان انا عندي بضاعة خلصانة، ده معناه ان هي خدت الماتيريال اللي عايزاه، وفي عامل اشتغل عليها وحولها كلها الفاينل برودكت، صح؟ يبقى ال 700 دي هي اليونتس. بص بقى ركز معايا، اول حاجة هي اليونتس ترانسفيرد اوت اللي انا حولتها او هبعتها للديبارتمنت اللي بعدينا. اليونت اللي انا هبعتها للديبارتمنت اللي بعدينا، قال لك دي في 700 خلصانين. معنى ان الحاجه دي خلصانه، هي خلصانه ماتيريال، يعني خدت حقها ماتيريال وخدت حقها كونفرجن كوست. خدت 700 هنا وخدت 700 هنا، يعني خلصت هنا وخلصت هنا. طيب بس ال200 دول يا شباب، احنا قلنا ال200 دي هي لسه ما خلصتش. ازاي؟ تعال نرجع مثلا نفسها. جه قال لك شايف ال200 دي؟ ال200 دول هو مدي لك معلومات عنها، قال لك ال200 دي هي خلصت بنسبة 100% ماتيريال، يعني خدت الماتيريال اللي هي عايزاها، بس لسه العمال ما خلصوش شغلهم كله، ده خلصوا 60% من شغلهم بس. طب انا عايز احسب تقريبا اللي خلص كام. تعال بص بقى كده، باجي افصصها ماتيريال خلصت ولا لا كلها ولا لسه في حته. الماتيريال انا عندي 200 الف، عايز اعرف ال200 الف دي خلصت الماتيريال كلها. خلصت الماتيريال كلها، مش هو قال لك خلصوا بنسبه 100%؟ فهضرب ال200 الف بنسبه 100% هيطلع برضو ال200، بس قال لك الكونفرجن خلصت بنسبه 60%. انا كل اللي عندي 200 خلص منها 60%، يبقى كل اللي خلص في الكونفرجن 120. اجمع بقى، يبقى الكونفرجن كوست هنا عبارة عن 820، الماتيريال عبارة عن كام؟ 900. طيب بعد كده باجي في تالت خطوة، باجي احسب حاجة اسمها اليونت برودكشن كوست. حاجة اسمها ايه؟ يونت برودكشن كوست. تعال نشوف بنيجي نحسبها ازاي. مبدئيا كده انت عايز تحسب بقى ايه تكلفة الوحدة اللي عليك كام. اول حاجة عشان تيجي تحسب تكلفة اليونتس بكام، او تكلفة الوحدة الواحدة بكام، بتيجي تشوف اصلا انت دفعت كام. هو احنا بنشوف دفعنا كام ازاي؟ اول حاجة شوف انت حضرتك دفعت ماتيريال قد ايه على كل البرودكتس، على كل الايه البرودكت. يبقى احنا دلوقتي مش هنشتغل على، ركز بقى معايا في الحته دي، احنا هنا دلوقتي مش هنشتغل على اليونتس، انت عايز تحسب التكلفه، يبقى هتشتغل هنا على الكوستس. كان في قال لك هنا ايه؟ قال لك ان كان في ورك ان بروسس في جينيوري 1. انت الورك ان بروسس اللي هو كان في الاولاني ده، انت دفعت عليه ماتيريال
خد ماتيريال 50، يبقى اول حاجة الدايركت ماتيريال 50. اوكي، وبعد كده اللي انت صنعته، ركز بقى معايا، انا دلوقتي بدور على الماتيريال بس، دلوقتي هدور على الماتيريال واطلعها. اللي انت صنعته خلال السنة، خلال الفترة، في خلال الشهر، خد ماتيريال ب 400، يبقى الماتيريال اللي عندي كلها عبارة عن كام؟ ركز بقى معايا في الحتة دي، 50، واللي انا صنعته خلال السنة كان 400، يبقى كل فلوس الماتيريال هي عبارة عن كام؟ 450. ده 450 لكل ايه؟ لكل اليونتس. طب انا عايز احسب، بص بقى هنا ايه، عايز احسب اليونت ماتيريال كوست، اللي هو كل يونت خدت ماتيريال قد ايه. بس استنى بقى عشان هتغلط غلطة غلطة كبيرة قوي. انا عارف هاخد ال 450 دي اقسمها على عدد اليونتس، اني عدد يونتس الايكويفالنت يونتس، بس اني ايكويفالنت يونتس للماتيريال ولا كونفرجن، او انت بتحسب يونت لايه؟ يونت للماتيريال. يبقى انت هتاخد الايكويفالنت يونتس بتاعت الايه، ال 900. خلاص، يبقى اخد ايه الايكويفالنت يونتس على 900. هقول انا كل اللي عندي 900، هقسم على 900 دي، او هقسم 450 على 900، هيطلع لي ان كل يونت كلفتني ماتيريال ب 0.5. خلي بالك عشان هنيجي نعمل عكس الكلام ده في الكونفرجن، لان الكونفرجن ما كانتش اليونتس الايكويفالنت ب 900، هي كانت، ارجع كده، 820 بس. طيب تعالى بقى نحسب للايه، للكونفرجن. تعالى برضو نشوف الكونفرجن كانت كام وبقت كام والكلام من ده. اهي الكونفرجن في بداية المسألة، هو قالك ان هي كانت ب 35، طيب، والكونفرجن كوست كانت ب 170. بس خلي بالك، خلي بالك، اوعى تضرب ال70 دي في ال35، احنا دي بنعملها بس في الايه، في الحته بتاعت اليونتس. هو قصده بال70% هي اليونتس اللي خلصت، خلاص قصده بيها ايه، اليونتس اللي خلصت. يبقى انا عارف ان الكونفرجن كوست كانت في الاول 35، وهنا 170. طب انا عايز اجيب بقى التوتال، اجيب بقى التوتال كونفرجن كوست ازاي، اشوف كانت بكام في الاول 35، وخلال الشهر كان 170، يبقى كل الكونفرجن 205. طب انا عايز اجيب الكونفرجن بير يونت، اقسمها على الايكويفالنت يونتس بتاعت الكونفرجن، مش هقسمها هنا على 900 بقى، عشان الكونفرجن اصلا كان الايكويفالنت يونتس 820، يبقى اقسم 205 اهي، هقسم ال 205 على ال 820، هيديني اليونت كوست او اليونت كونفرجن كوست بكام؟ ب 0.25. طيب مبدئيا كده احنا لما كنا بنيجي نقول التوتال كوست او التوتال برودكت كوست، تكلفة المنتج كله، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الماتيريال والليبر والاوفرهيد، او عبارة عن الماتيريال والكونفرجن كوست. يبقى انا محتاج هنا، انا جبت الماتيريال بتاعتي بكام؟ ب 0.5، والكونفرجن ب 0.25. يبقى انا محتاج احسب التوتال كوست، اجمع الاتنين مع بعض. يبقى عشان احسب التوتال كوست اهو، هقول توتال مانيفاكتشرنج كوست هو عبارة عن 0.5 بلس 0.25، هيطلع لي ايه؟ 0.75. يبقى انا جبت ايه؟ التوتال كوست. كده بقى فاضل لي ايه؟ كده فاضل لي ان انا اجي اعمل حاجة اسمها كوست ريكونسليشن، كوست ريكونسليشن سكادول. طيب الكوست ريكونسليشن سكادول ده بعمله ازاي؟ ركز بس معايا في النقطة اللي جاية دي. انا كده عايز احسب التوتال كوست اللي حصلت، التوتال كوست. ايه التوتال كوست؟ بصوا يا شباب، مش احنا اتفقنا ان التوتال كوست هي عبارة عن الدايركت ماتيريال بلس الكونفرجن كوست؟
طيب انا عايز اشوف الدايركت ماتيريال في الورك بروسيس في الاول كانت بكام. تعال نشوف كده. الدايركت ماتيريال هنا كانت 50. طب الكونفرجن كوست في الاول كان بكام؟ ب 35. هي 50 و35 يبقى التوتال كوست بكام؟ اللي هي في الاول بكام؟ 85. طيب اللي بعديها كانت الكونفرجن كوست بتاعت الماتيريال 400، وزودنا عليها كمان كونفرجن كوست 170، يبقى كل الكوست 500 و170 كام؟ سوري، 400 و170 كام؟ 570. يبقى التوتال كوست، التوتال كوست هي عبارة عن 655. خلاص، وما تنساش اصلا ان دي التوتال كوست والكوست بير يونت هي ب 0.75. عايز تقول ايه؟ ركز بس معايا في الخطوة اللي جاية. باجي اعمل الجدول ده، باجي اعمل الجدول ده ليه؟ باجي اعدل بقى، اشوف بقى تكلفة اللي خلص واللي ما خلصش والكلام من ده. بص بقى معايا، اول حاجة هي فاكرين كام يونت انا بعتها ترانسفيرد اوت، او اللي هي اللي بعتها للديبارتمنت اللي بعدي. تعال نفتكر كده مع بعض في المسألة نفسها اهو. قال لك ان في هنا 700، فين اهي في 700 انت بعتها للديبارتمنت اللي بعديك. انت عايز بقى تحسب عليك ال700 دول تكلفتهم ايه. هتيجي تاخد ال700 دي تضربها في تكلفة اليونت اللي هي 0.75، 0.75 اهو. تاخد ال700 تضربها في ال 0.75 هيطلع ب 525. طيب احنا عايزين نحسب بقى ال work in process. ال work in process يا شباب الماتيريال كانت كام؟ فاكرين ال equivalent units؟ الجدول بتاع ال equivalent units ده هو اهم جدول فيهم كلهم، انا بشتغل على ده. ال equivalent units كانت بالنسبة للماتيريال خلصانة بقد ايه؟ ب 200,000 unit، لكن ال conversion اللي تقريبا خلص منها 120 يونت. دي يونتس يا شباب. طب احنا عايزين نحولها لفلوس، يبقى اضرب كل واحدة فيهم كانت كام اهو. مش من وجهة نظر الماتيريال ان انا خلصت 200,000، طب الماتيريال بير يونت 0.5، يبقى الماتيريال لوحدها كلفتني 100,000، لكن من وجهة نظر الكونفرجن كانت 120. ال 120 دي اضربها في الماتيريال في الكونفرجن كوست بير يونت اللي هي ب 0.25، هيطلع لك كام؟ 30. يبقى هيطلع مع بعض التوتال كوست بقى بتاعها كام؟ 30. 130، 130 و525 هيطلع لك 655. دي التوتال كوست. خلصت يا سيدي المسألة. انت محتاج بقى ان انت تجيب ورقة كده وتجيبها من الاول للاخر. بعد كده بتيجي تجمع كل الكلام ده. هو بيوري لك بقى دلوقتي البرودكشن كوست ريبورت، اللي هو الريبورت اللي انت بتعمله ده شكله. خلاص هتجمع، يعني كأنه مجمع فيه الاربع جداول دول، ده والستيب نمبر 3 و2 والكلام من ده. لو انت فهمت ال 3 ستيبس ده مش محتاج اصلا تعمله، خلاص يعني مش هيجي يطلبوا منك في الامتحان يعني. خلاص بس، وحاطط لك هنا بقى ايه مسألة ثانية، يبقى بص عليها كده. اعتقد الدنيا سهلة يعني، مش صعبة خالص. الشابتر لذيذ يعني، مش صعب. اللي فاهم الجوب اوردر هيفهم ده، واللي مش فاهم واللي فهم ده هيفهم الجوب اوردر. اتمنى بس تكونوا فهمتوا النهارده، معلش عشان انا تعبان. فيعني انا يعني حاولت على قد ما اقدر اوصل لكم الدنيا.